السلام عليكم، أنا كريم طه عبد الغفار، لجنة الويب في أزيكس. المشروع ده عبارة عن صفحة ويب بتكلم فيها عن السياحة في مصر وأهم الأماكن اللي بتمثل جذب عام للسياح، وكمان بعرض الصور من مختلف الأماكن في مصر. واستخدمت فيه لغات برمجة زي ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. أول صفحة معانا دي هي صفحة تسجيل الدخول اللي بتتيح للمستخدم إن هو يدخل على الموقع عن طريق إما إنه يكون عامل حساب قبل كده ويسجل بيه، أو إنه يعمل حساب جديد عشان يدخل الموقع. في البداية معانا صفحة تسجيل الدخول بحساب قديم، مثلا وليكن وده الباسورد مثلا، ويقدر يدخل الموقع. طب لو هو مش معاه حساب بقى، ممكن يعمل ساين اب عشان يدخل الموقع. هيعمل حساب جديد ويدخل على طول الموقع، يدخل الموقع. وهنا عند الزرار ده وده هما اللي بينقلوا ما بين صفحة الساين اب واللوج ان. وبعد ما بيدخل الموقع بتكون أول صفحة قدامه هي صفحة اللوج. الصفحة ديتي بعرض فيها معلومات بسيطة عن مصر، وبعرض فيها كمان بعض الصور. بعد ما يطلع من صفحة الهوم هيلاقي قصاده صفحة باسم بلوج. الصفحة دي بتتيح فيها للمستخدم انه يعرف كل المعلومات اللي هو محتاجها عن مصر، سواء بقى عن الثقافة في مصر ومعلومات عامة عن مصر، وكمان عن أهم المدن اللي بتمثل جذب السياحة للسياح. وبعد كده معانا صفحة الجاليري. الجاليري دي بعرض فيها الصور عن مصر بكذا تنسيق، بحيث ان المستخدم لو ارتاح لأي تنسيق يستخدم. ده كده التنسيق الاول، انه يكون 3 صفوف. ممكن يستخدم مثلا التنسيق بانه يكون صفين. وده إذا احتاج إن التنسيق يكون صف واحد. بعد كده معانا صفحة الكونتاكت، ودي لو اضطر المستخدم إن هو يتصل معانا في أي وقت. بعد كده معانا صفحة الأباوت، ودي بتعرض معلومات عني. بعد كده بقى الخروج من الموقع.